الحصة التمويلية، كلما دار الحديث عن تدهور اقتصادي تكون تحت مجهر الإلغاء أو التعديل للتخفيف من الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة. لكن قد لا يختلف اثنان في أن بلد يعيش فيه نحو 10 ملايين في خط الفقر، تمثل هذه السلة الغذائية رمقهم الذي يقيهم الجوع، فلماذا تختفي حلول تنقذ هؤلاء من ارتفاع الأسعار غير المسبوق وزيادة كمية ونوعية المواد الغذائية المضمونة في البطاقة التموينية؟ بالعراقي يناقش اليوم ملف مفردات الحصة التموينية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد. خليكم ويانا. يشكو مواطنون من رداءة مفردات البطاقة التموينية وعدم كفاية مفرداتها، خاصة مع الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية في العراق. المواد البقولية أغلبها مو صالحة، تحطها على الطبخ ما تستوي بسهولة، وأغلب الكميات هي قليلة. البطاقة التموينية ما قاعد تكفي إن نستلمها نجيب فوقها من الأسواق، يعني كل شهر انت تستلم الزيت او التمن او الشكر، يعني لازم تشتري فوقه. بس الشكر قاعد اخذه، يعني هو المعجون كله اسود، التمن مو زين. التمن ناخذه من التموينيه، يعني للحيوانات وتاكله. الزيت يعني ناخذه حتى ميكفينا يومين ثلاثه هو يخلص. تجي لنا للتمن ينبوعوه، الحمص ما بي فايده، شو اسوي بالحمص التين؟ طين طحين. جايب له حمص كوع، حمص ما بي فايده. هذا المواطن ما يستفاد من هذا، يبيع بفلاسين ويشتري فوطيه ب 2000 دينار، يبيعها ب 500 دينار، حسايب ملكيلي. يعني تجيها من الزيت زفر، ما ينوكل، يعني من ناحيتي انا انطي، هاي وحده. التمن كذلك، التمن ما ينوكل. يعني شلون دا يستوردون، شلون دا يوزعوا للعالم بها طريقة ما أعرف، لا ينباع ولا ينوكل. طيب، يشاركنا الحوار في حلقة اليوم من بغداد الخبير الاقتصادي السيد ثائر الفيلي، ومن ولاية ميشيغان الأمريكية الدكتور علي الفريجي المختص في إدارة الأزمات، أيضا من المفترض أن ينضم لنا بعد قليل من مدينة النجف عضو مجلس النواب العراقي النائب هادي السلامي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام ومساكم الله بالخير. أبدأ معك سيد ثائر، تقارير عدة استمعنا حتى الآن جزء من آراء المواطنين تتحدث عن اعتماد العراقيين أكثر بأكثر على السلة الغذائية. سؤالي لحضرتك، إلى يعني شنو هي المفردات اللي اليوم دي يستلموها فعلا المواطنين، وإلى أي مدى جاي تسد من حاجتهم؟ مساء الخيرات. بالحقيقة السلة الغذائية خلال الفترة الأخيرة تحسنت، ولكن طيلة السنوات الماضية كانت سلة بائسة بحقيقة، وأستطيع أن أقول أنه كانت مورد من موارد الفساد وسرقة أموال العراق. هذه هي الحقيقة، على اعتبار أنه عقود السلة الغذائية أو ما تسمى سابقاً البطاقة التموينية عقود تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وفي هذه العقود نسبة عمولة كوميشنات عالية، والشعب ما كان يستلم كل الآن أكو تحسن ولكن دون مستوى الطموح. شنو التحسن؟ للأسف لا زالت مفردات. أستاذ ثائر، أنا أريد أحكي على جانب الفساد وجانب الحكومة يمكن وراء الفاصل. نعم. بس أريد أسأل شلون تشوف التحسن؟ نعم. يعني وين تشوف التحسن؟ الناس اليوم بدها تقول لك لا، إحنا عندنا تمن ما ينأكل، زيت زفر وهكذا. التحسن نعم. يعني التحسن جاي من جانبين. الجانب الأول، روائح الفساد في العراق فاحت، فأعتقد أنه النوعية الكواليتي صار أفضل من قبل. يعني هذه بموجب التقارير اللي تقال أنه من ناحية النوعية، بالإضافة إلى
هنالك تغطية من وزارة التجارة وتقارير تقول أنه جاي يدفع يعني يعطون البطاقة التموينية تقريبا كل شهر تقريبا. سابقا كان تجي بين شهر وشهر أو كل ثلاثة أشهر مرة، والحقيقة الشهر اللي يغيب استلامها هاي يعني تسرق بصراحة من قوت الشعب. ولكن بشكل عام لا زالت البطاقة التموينية بطاقة بائسة، مفرداتها بائسة، ولا زال الفساد موجود. وأعتقد إن كاقتصادي بحساب ورقة وقلم الهدف الرئيسي ليس مكافحة الفقر، الهدف الرئيسي هو الحصول على عمولات وكوميشنات. واضح جدا، والدليل قبل سنوات، قبل حوالي ما أذكر 2008 أو 2010 أعتقد 2010 كان مقترح من البرلمان العراقي وصوت عليه مجلس الوزراء، صوت عليه مجلس الوزراء قرار بتحويل مفردات البطاقة التموينية إلى فلوس كاش، يعني مبلغ يعطى لكل عائلة. الحقيقة صارت ضجة كبيرة جدا من قبل بعض الكيانات السياسية أو أغلبها ضد القرار، رغم أنه مجلس الوزراء قرر تحويل البطاقة التموينية إلى أموال. هذا شنو معنى؟ لأن لو تتحول إلى أموال ماكو عمولات، ماكو كوميشنات. طيب، واضح جدا. طيب شكرا سيد طاهر. خليني أسمع دكتور علي. دكتور علي أهلا وسهلا بك في بالعراقي. وزارة التجارة من جهتها أيضا أكدت أنه ما عندها أي مشاكل فيما يخص مسألة توفير مفردات السلة الغذائية. المتحدث باسم الوزارة سيد محمد حنون، طبعا أنا دا أنقل الوزارة لأنه ما عندي ضيف من الوزارة، للأسف طلبنا المقابلات وما توفقنا. الوزارة تقول تحركنا بعدة اتجاهات من أجل تأمين أو إبعاد العراقيين عن الأزمات. كيف تتابع دكتور علي الإجراءات اللي تتحدث عنها وزارة التجارة العراقية؟ بدلاً خلينا نوضح ما هي يعني برنامج البطاقة التموينية حتى ممكن نعرف هل إحنا أمام أزمة كبيرة جداً ولا ممكن نتحدث عنها كأزمة أم أنه مشكلة إدارية. بدلاً البطاقة التموينية عبارة عن مسألة أنه تتسوق يعني لمواد غذائية من خارج العراق أو من أي مكان، وتروح ببرنامج توزيع هذه المواد الغذائية إلى العوائل ضمن برنامج كان إعداداته من الثمانينات، هذا يعني من الثمانينات والتسعينات بهذا القرن. فبالتالي هي عملية أنه تسويق لمادة معينة أو تحريك ضمن مسارات، بمعنى أن البرنامج يعني مدى نخترع الذرة فيها. الغريب أنه أصبحنا ننظر إلى وزارة التجارة وأدائها فقط بمسألة البطاقة التموينية، وفشلها بهذا الموضوع خلال هذه السنوات يثير كثير من الشبهات. لأنه بدءاً هذه العملية، عملية البطاقة التموينية، المفروض تظهر ويتم العمل فيها بكثير من الحالات في دول معينة لمراحل معينة ضمن أزمات مثلا حروب أو غيرها، والمفروض أنه الدولة تسعى جاهدة إلى الخروج من هذه البرامج وممكن تعوضها ببرامج أخرى. لكن الإصرار على العمل بها وبهذا الفشل مربك جدا أولا، اثنين أنه هناك ضياع بالأموال بشكل كبير جدا بحكم أنه وزارة التجارة لا تستورد هذه المواد بشكل مباشر وبشكل شفاف، بل تستعين بشركات وعقود مع مجهزين كثرت أسماءهم وكثرت انتماءاتهم. وبالتالي الآن أصبحنا إحنا أو أصبح المادة الغذائية اللي يستلمها الفرد المواطن العراقي في يعني في ميزان أنه ممكن هناك صفقات فساد وغيرها وهذه الأشياء. وإذا قريناها بالأرقام الآن وزارة التجارة لا زالت توزع حسب إعداداتها تقريبا ل 38 مليون شخص عبر تقريبا اكثر من 55 الف يعني وكيل. فبالتالي السؤال، هل العراق فيه بعدد سكانه 38 شخص محتاج لهذه المواد التموينيه؟ ما 30 مليون المواد التموينيه او المفروض تكون هناك فلتره لهذه المساله، لانه القراءات ايضا بالاحصاءات تتكلم عن انه تقريبا 31% من سكان العراق الان تحت خط الفقر، وتقريبا 4.2 مواطن الآن من الطبقات الهشة. فبالتالي بحسابات
ما المفروض نصل إلى هذا الرقم؟ بمعنى أنه من مصلحة من يعمل على هذا الموضوع تبقى هذه الفوضى. الآن الحديث من قبل وزارة التجارة حتى نكون منصفين لهم أنه يريدون البطاقة، يعني كرت البطاقة التموينية يجب تحديثه ويكون بطاقة إضافية أخرى للمواطن العراقي، يعني البطاقة الموحدة زائد بطاقة الناخب زائد البطاقة التموينية حتى يحدون من عدد المستفيدين من هذا البرنامج. طيب يعني لي قدام راح أصرف 84 مليون دولار حتى أسوي هذا البرنامج البطاقة يعني لإسلام المواد الغذائية، في معنى التخبط كبير جدا ومرعب. طيب أستاذ ثائر، برجعنا كلام دكتور علي، إلى أي مدى نحتاج بالعراق اليوم هذا البرنامج، وإلى أي مدى أكو عدالة في توزيع هذه الحصص؟ هسه احنا بدنا نحكي على الفساد اللي حضرتك حكيت عليه، يمكن بالوزاره فوق، انا داري احكي المواطن المحتاج بالاخير هو اللي ده توصل له، وش قد احنا محتاجين هذا البرنامج. خلينا نفصل يعني نفكك البطاقه التموينيه. نعم. من جانب الفساد مستمر ما دامت الحكومه هي اللي تستورد، والفساد في عموم البلد أصبح حالة طبيعية جدا ولا يخجلون منها، فالفساد موجود. بما أنه الفساد موجود، إذن فسدت العملية بالكامل. هذا معناه أنه المواد سيئة والمواد قليلة وتسرق وجبات من المواطنين، فالقضية ما أصبحت انسيابية وسموث وما أصبحت قضية لكن بشكل عام تسألني عن موضوع آخر، وهو هل فكرة البطاقة التموينية تساعد على تقليل الفقر وبالذات الفقراء؟ نعم، فيما لو رفعنا وضبطنا عملية الفساد ووزعت إلى المواطنين بشكل سليم، نعم هواي ناس فقراء في العراق يعيشون على البطاقة التموينية، ولكن عندما نسألهم الفقراء شقد هاي البطاقة مع سوء المستوى بمعظم المواد شقد تمشيكم، قسم يقول أسبوع قسم يقول أسبوعين، يعني في أفضل الحالات تعطيهم 50% من حاجة هاي المواد. طبعا هو الفقير يحتاج مواد أخرى كثيرة جدا ومصروفات أخرى، لكن هذه تساعد بنسبة 10 إلى 15% من مصروفاته. هاي فيما لو رفعت الفساد منه. نعم، في زميلي الضيف العزيز ذكر قضيتين مهمة جدا أحب أنوه عليها، يعني أؤكد عليها وأؤكد ما قاله. الأول أنه المسجلين في البطاقة التموينية في العراق 38 مليون، أما من يستلم فعلا البطاقة التموينية لا يزيد عن 15 إلى 20 مليون، يعني 50% من المسجلين هم ما يستلمون. يعني كثير من الناس، أنا لم أستلم شخصيا، لم أستلم بطاقة تموينية في حياتي، ومعظم الأقارب ومعظم الناس اللي يسألهم ما يستلمون. هذه وين تروح؟ حتما راح تروح إلى جيوب الفاسدين والحيتان. هذا من جانب. من جانب آخر، نعم خليني أرحب بالسيد النائب هادي السلامي اللي انضم لنا. سيد هادي السلامي عضو مجلس النواب العراقي وأيضا عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أهلا بك سيادة النائب. سيادة النائب، إحنا بدينا الحديث قبل حضرتك، يمكن شوية تأخرت بالوصول، الحمد لله على السلامة، بس كنا نسأل أيضا واحدة من الأسئلة مع الشكاوى اللي الناس ترددها والعراقيين رددوها على البطاقة التمويلية وما آلت إليه، مرة من شح المواد ومرة من سوء المواد اللي جاي يستلموها. أريد أسأل شنو الدور اللي يلعبوا مجلس النواب أو اللي يلعبوا نواب الشعب في محاولة تأمين الرغيف الكريم للعراقيين، وشون تشوفون موقف وزارة التجارة تجاه السلة الغذائية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء مفردات البطاقة التموينية ووزارة التجارة كانت من أفسد الوزارات بعد 2003 ولحد الآن. تذكرون عام 2009 كان عبد الفلاح السوداني خرج بكفالة 50 ألف،
50 مليون، وكان مجموعة معه من كادر الوزارة بالسجن وخرجوا، واستمر الفساد في وزارة التجارة لحد هذه اللحظة. على أي حال منذ أدينا اليمين يوم 1/9/2022 واستمرنا بفتح ملفات الفساد، وكان أول ملف فساد هو ملف فساد مشروع السلة الغذائية، وقيمة الفساد 200 مليار شهريا، مواد سيئة ولدينا تقارير واضحة وبالتفاصيل، وعملنا على استجواب وزير التجارة ومن أجل إقالته، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 الذي صدر، الذي تضمن عدم صلاحية مجلس النواب استجواب الوزراء أثناء حكومة تصريف الأعمال، هذا قيد عمل مجلس النواب، وأصبح هناك تمرد من قبل الوزارات، ولا يزال لا تزال قضية الفساد مستمرة، إلى أننا قمنا بتحويل ملفات الفساد إلى جهاز الدعاء العام وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة. ديوان الرقابة المالية أرسل لنا تقريرا كاملا وأيد حديثنا بخصوص عصابات الجريمة المنظمة والفساد في وزارة التجارة ونهب المال العام والاعتداء على مفردات البطاقة التموينية. احنا كنواب مثل الشعب العراقي وكلجة النزاهة وكنائب مستقر اتخذنا كافة الإجراءات، إلى أن الآن كامل الملف هو موجود في المحاكم، أما منظور أمام القضاء الآن الملف متأخر في المحاكم. احنا كعمل كامل الواجبات يعني من خلال التقارير والتفاصيل، وحتى تم تصوير مفردات البطاقة التموينية وعملية الفساد اللي حدثت. طيب. المواد السيئة المجهزة. خليني أسألك سؤال آخر، بس خليني قبل ما أسأل وأكمل أسئلة حضرتك وضيوفنا الكرام، عندنا قصة نريد نشوفها سوا، قصة أم إيمان اللي تعكس واقع تعيشه آلاف الأمهات العراقيات، إذا ما قلنا أكثر نشوف القصة. إحنا من البداية كان بيت مال عائلة مال ورثة، وباعوا وبقينا إحنا، ما قدرنا حصتنا ما جابت لنا يعني نشتري بيت وقاع ونعمر، وهاي بقى يشتغل عماله، كان مطلوب الفلوس سدد بيهن وهاي، وظل يشتغل عماله. اخر شيء وقع عليه البناء ومات، وظلينا احنا هاي وضعيتنا. ملابس للجهال ما اقدر اخذ، الناس هاي ام هذا الولد يعني يجيها منا تنطيهن البسهن، ويا العلاج وياها يعني حياتي حيل صعبه، لا من دوله تساعد لا من يعني قرايب تجي تدق بابنا تقول يا باش محتاجين ما محتاجين ما. أهم شيء سعيناني يعني حالتي حيل تعبانة، يعني جسمي جاي ورم، الصبح أقعد هاي عيوني مورمة مرات، يعني هسه هاي رجلي ورا ما لحق، ما أدري يعني وين ألتفت المصرف بيت هاي، من يروحن على المدرسة يريد الربع أحط بيتهن ما عندي، يضحكن على الجهال شلون تاكل شلون تشرب. راتب ما عندنا، لا زوجي عنده راتب يعني من الدولة، ولا يعني أنا أمتلك راتب، ويريدن من عندي يدحقن على الجهال ايش تلبس، يدحقن ما اقدر اني اوفر لهم، يعني مرات اقول اعوفن يعني هالقد مو اني تعبانه وجسمي تعبان بزعانه من الدنيا كلها، والله ما اقدر يعني انا فرد نوب تعبانه. يعني جسمي تعبان ما بيه طاقه، ابي يعني أقدر أدبر لهن شيء، مرات أقول لعمام تعالوا أخذون خوالن أنا تعبت. أرجع لك السيد النائب هادي السلام، يعني يعني ذاك اليوم حكيتها على قصة امرأة أخرى كانت أم حنان، أريد أقول سؤال، إيش قد أكو مثل أم حنان ومثل أم إيمان؟ والكاميرا البرنامج لو نازل قبل 10 سنين بالشارع ومحطوطة كان سمعنا نفس هذه الآراء. سيادة النائب اليوم المسؤولية اللي تقع على أعضاء مجلس النواب هي يعني مسؤولية كبيرة، وأكو تحديات كثيرة أكيد الواحد ما ينكرها، بس شنو نقول لهم
للناس اللي صوتونا؟ وش نقول لهم للناس اللي صار سنين وماكو حل واللي يجي همي أنا ما يحلها؟ نعم حقيقة أنا ما شفت الفيديو يعني، ولكن فهمت أنه معاناة المواطنين أكيد حضرتك تشوفه هواي معاناة سواء بالنجف، نعم بالنجف أو على وسائل التواصل الاجتماعي، قصص نعم قصص هواي للأسف. نعم 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 بالحقيقة منذ 2003 ولحد الآن الأحزاب الحاكمة الفاسدة المسيطرة على الوزارات وعلى مفاصل الدولة، احنا أدينا اليمين يوم 1/9/2022 وهي حكومة تصريف أعمال، احنا كبرنامج كنواب مستقلين احنا وعدنا جمهورنا اللي انتخبنا من ضمن برنامجنا احنا متجهين إلى معارضة نيابية لا نشارك في الحكومة، حكومة تعتمد على المحاصصة الحزبية والوزير يأتي ليحول الوزارة إلى دكان يقوم بدفع الأموال إلى الحزب والحزب يمارس أعمال غير إنسانية وغير أخلاقية ولنهب المال العام، فبالتالي احنا نواجه عصابات جريمة منظمة، هذا قدر العراق. نحن كنواب مستقلين في مواجهة مستمرة مع الفاسدين في الحكومة وفي المحافظات. هل يجب على العراقيين أن يعولوا عليكم؟ احنا مجموعة من النواب. سيادة النائب هل توعد العراقيين بأن يعولوا عليكم كنواب مستقلين في لجنة النزاهة؟ نعم احنا يعني حقيقة وضعنا برنامج وخطة للمعارضة النيابية، احنا كمعارضة نيابية معانا الرقابة الشعبية اللي تتضمن شكلنا مجموعة من المحامين وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين على في جميع المحافظات للتعاون والتنسيق وتجميع جهود والطاقات كمعارضة نيابية في البرلمان ورقابة شعبية خارج البرلمان، فبالتالي لدينا آليات عمل إن شاء الله خير. يعني نسعى ضمن برنامج وآليات. لازم أقاطعك نعم. لازم أقاطعك، لازم أروح فاصل سريع وأرجع وأنسى ضيوفنا ونكمل الحوار بعد الفاصل. تطمينات وزارة التجارة، هل تؤمن غذاء كافي لتجاوز التحديات؟ خليكم ويانا راجعين ورا الفاصل. أهلا بكم مجددا. غلاء في أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية تبعا لارتفاعها عالميا دفع شرائح واسعة في المجتمع العراقي للاعتماد على مفردات البطاقة التموينية التي تسعى وزارة التجارة لتوفير مفرداتها عبر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. تقرير. مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، أكدت وزارة التجارة مواصلة جهودها في دعم مفردات البطاقة التموينية والتي باتت مصدراً أساسياً يعتمد عليه المواطن العراقي في الحصول على غذائه اليومي. الوزارة شددت على أهمية الدور الذي ستلعبه الحكومة المقبلة ومجلس النواب ابتداء من الإسراع بإقرار الموازنة السنوية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات أزمة الغذاء العالمية. تداعيات الأمن الغذائي لا زالت خطيرة، تتطلب جملة من الإجراءات الاستثنائية سواء من الحكومة المقبلة أو مجلس النواب الذي لابد أن يضع في حساباته أن الأمن الغذائي للعراقيين يتطلب جملة من الإجراءات الاستثنائية وأموال تخصص لمواجهة ما يحصل في العالم. تجربتنا في العام الأول من هذه السنة كان جيدة، وبالتالي المواطن استطاع الحصول على مواد كواليتي عالي من مناشئ الصينية. نتطلع أنه ما حصل في العام الماضي يحصل في العام القادم. ويشدد خبراء الاقتصاد على أهمية وجود برامج حكومية تدعم الإنتاج الزراعي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة وصولاً إلى تعزيز مستوى الأمن الغذائي وإبقاء العراق بعيداً عن تأثيرات الاضطرابات الدولية التي تهدد بانقطاع سلسلة الإمدادات الغذائية. نعتقد بضرورة أن يكون هناك توسيع لقاعدة الإنتاج الزراعي والتحول للإنتاج الزراعي الذكي لكي يكون هناك إمكانية لاستدامة الأمن الغذائي من الداخل، زائداً موضوع التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة بحيث ما ينتج في الأردن يمكن أن يشترى من العراق والعكس صحيح، وكذلك دول الخليج. كلما ساهمنا في تكوين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع حاجة الطبقات الهشة
على مستوى الغذاء كلما كانت هناك أمن غذائي من الداخل. ست مواد غذائية إضافة إلى مادة الطحين يتم توفيرها بأسعار مدعومة لأربعين مليون أسرة عراقية، يتولى القطاع الخاص تجهيزها بعقد يستمر لمدة 5 سنوات. 5 تريليونات دينار خصصها العراق ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لدعم 3 قطاعات حكومية، هي مستحقات الفلاحين والمزارعين وتحسين مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى توفير خزين استراتيجي من مادة الحنطة. لبرنامج بالعراقي، ضياء محمد، الأنبار. نعود ونرحب بضيوفنا الكرام من بغداد والنجف وميشيغان، وأعود إلى بغداد والسيد ثائر الفيلي. سيد ثائر، سؤالي، استمعت لكلام السيد النائب قبل الفاصل وطبعا على التقرير أيضا، هناك ملفات فساد ذكرتها حضرتك وذكرها أيضا السيد النائب. السيد النائب أيضا عضو في لجنة النزاهة في البرلمان الحالي. يعني كيف تؤشر الجهود التي يحاول مجلس النواب هذه المرة أن يقوم بها؟ طبعا نذكر أن مجلس النواب الجديد هو مجلس نواب فعلا جديد، يعني لربما حتى فرصة العمل إلى الآن يمكن ما بدت حقيقيا، لكن أريد أسأل دور النيابي هنا أنا شلون أشوفه في الرقابة على الجهاز الحكومي؟ والله بصراحة الشعب العراقي يأمل بالمستقلين خيرا، لكن عليهم الثبات على ما طرحوه. معظم المستقلين ناس جيدين وانتخبوا فعلا من الشعب العراقي. أتمنى إعلاناتهم وخطاباتهم جيدة، أتمنى أن يستمرون، أن لا يشترون، أن لا يدب الفساد في بعض النواب، هذا ما نأمل. أنا في رأيي بحدود 50 نائب مستقل كما أعلن، بحدود 50 نائب بداية جيدة جدا لمعارضة نيابية ورقابة حقيقية. نحن كعراقيين أفراد الشعب لم نشعر أنه مجلس النواب بالدورات الماضية كان يراقب بإنصاف، لا، كان يراقب بسياسة. يعني كل التحقيقات التي جريت طمطمت سياسيا، وتم ابتزاز التجار الفاسدين رغم أنه فاسدين، أو تم التغطية على بعض المسؤولين الفاسدين وانتهت القضايا بلا طبعا هذا بالرغم من أنه هيئة النزاهة بصراحة لم تقصر، هيئة النزاهة لم تقصر وعدها آلاف القضايا مفتوحة في موضوع البطاقة التموينية، ولا زالت لم تنفذ أو لم ترفع إلى المحاكم. طيب، نحن نأمل خيرا بالمستقلين بصراحة، ويقدرون الحقيقة يقدرون 50 نائب أن يشكلون معارضة حقيقية. هسه راح نجيها ويا سيد هادي ورقابة حقيقية. نعم، ويا سيد هادي هم اليوم أعلنوا المفروض جبهة معارضة 15 نائب، هسه هم راح نحكي على هذه النقطة مع سيد النائب، بس خليني أروح الميشيغان الأول. واسمع دكتور علي. دكتور علي، وفقا لصندوق النقد وحضرتك خير العارفين، أغلب الدول بدأت تتجه لإغلاق موضوع الدعم العيني، الدول اللي تحتاج الدعم الحكومي تغلق الدعم العيني وتستبدله بالدعم النقدي، وأسلوب نصح به البنك الدولي، عفوا صندوق النقد. هل العراق محتاج هذه البرامج دكتور علي؟ وش قد المفروض يصير بها استثمار؟ أقصد هنا الدعم النقدي. برامج بهذا الشكل تحتاج بدءا إلى تأسيس سليم بدءا، والمرحلة الثانية أنه تكون هناك أيادي وشخصيات مؤتمنة على أنه ممكن تنتقل بهذه البرامج، واحدة من عندها دعم الفقراء وغيرها، ومنها البطاقة التموينية. فبمعنى إذا كانت هناك نية في العراق إلى مثلا الانتقال من أنه بطاقة تموينية إلى دفع نقدي إلى الأفراد، فهذه العملية بمعنى أنه ستفتح الباب مرة أخرى إلى عمليات سرقة وممكن هدر بها، إذا كانت الحكومات والإدارات تستخدم نفس النهج ونفس الأسلوب ونفس العقول اللي تدير هذا الموضوع. عملية أنه ممكن انتقال ببديل أو برنامج بديل، العملية سهلة جدا، لكن مرة ثانية صعوباتها ترتكز على قاعدتين. القاعدة الأولى
هي الاضطرابات السياسية، والقاعدة الثانية هي عدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية ممكن تكون بشكل وطني وممكن تتعارضها مع كثير من الأجندات الفاسدة للأسف. يعني ممكن نرسم نموذج بسيط جدا. الطبقات الآن الهشة والطبقات اللي تستلم معونات من برنامج الرعاية الاجتماعية من الممكن أن تجهز ببطاقات تكون لها الصلاحية أنه ممكن تستلم من نقاط معينة ممكن يتم تسميتها عبر وزارة التجارة المواد الغذائية بأسعار مدعمة بتخفيض ممكن يكون مدعم من الوزارة وأيضا الحكومة. أيضا يكون بنفس البطاقة أنه ممكن يروح إلى أي مستشفى أو أي عيادة أو ممكن يحصل على تخفيض أيضا نسبي حسب الحالة اللي الاقتصادية اللي هو بيها، وأيضا يكون ضمن برنامج الحكومة تدعمه وتراقبه بهذا الشكل السليم. فبالتالي أنا رفعت من أيادي الفاسدين عملية التبادل النقدي وممكن احتساب أسماء، يعني مثل ما يحصل الآن بوزارة الشؤون يعني الرعاية الاجتماعية. كثير من الأسماء الآن زجت في مراحل الانتخابات لأنه جمهور انتخابي وهو مستحق، فبالتالي الحد من عندها يجب بدءا أن نؤسس إلى مسألة عقول اقتصادية وإدارية في جسد الدولة نقية أنه ممكن تدير، وإلا إذا سألنا على البرامج فهي البرامج كثيرة جدا أكثرها. وما نحتاج أنه نصعد إلى القمر حتى أو ما خلفه أنه رواتب الرعاية الاجتماعية. دكتور قبل يمكن أسبوعين ثلاثة أسابيع يمكن شهر والله أحد المسؤولين دكتور كان عندنا بالبرنامج وقال من مسألة رواتب الرعاية الاجتماعية إحدى الوزارات بها 20,000 موظفين بالوزارة ويقبضون رواتب من الرعاية الاجتماعية، وانت قيس وزارة التجارة نفسها no. الموازنة التشغيلية اللي فيها لموظفيها تفوق الموازنة المخصصة طيب. لشراء المواد الغذائية طيب يعني أنا أجيب مواد غذائية أجيب موظفين يصرف أصرف عليهم أكثر ما أصرف على الوزارة. خلي أشوف مجلس النواب ودكتور وأستاذ هادي ما أدري سمعت شفتك ما يمكن سيد النائب ما سمعت كل كلام سيد ثائر بس بعدين يمكن سمعت الجزء الثاني، لكن سيد ثائر عموما يقول انه احنا نتمنى ونعول على المستقلين بانه لا يتم استغلالهم ولا يكونون ويوفون بوعودهم اللي قالوها ويعني يكونون جبهة حقيقية للمعارضة. حضرتك اعلنت بانه 15 نائب مستقل راح يشكلون جبهة معارضة لحكومة السيد السوداني. هسه السؤال بشقين، شق الاول المعارضة بدون أن تشوفون برنامج للسيد السوداني، لو شفتوا برنامج الحكومي ورفضتوه أريد سبب المعارضة وشلون راح تشتغل هذه المعارضة؟ هذا السؤال الشق الأول. تفضل. نعم تحياتي وتفضيلات. ابتداء كان برنامجنا الانتخابي بيام الانتخابات هو المعارضة النيابية زي. احنا اللي شاهدناه منذ 2003 لحد الآن المحاصصة الحزبية وكل حزب يتصارع مع الحزب الثاني بعد الانتخابات، والآن لحد هذه اللحظة صراع على الوزارات الطبقة السياسية الحاكمة هي طبقة سارقة للمال العام وليس لديها كفاءات أو أشخاص نزهاء لقيادة البلد. اللي شاهدنا ولحد الآن منذ 1/9/2022 أدنى اليمين لحد هذه اللحظة لا يزال الفساد مستشري والمحاصصة في الوزارات ونهب المال العام لحد هذه اللحظة التي تحدث بها فبالتالي الأحزاب الحاكمة مصرة على المحاصصة وأن تجعل من المحافظات والوزارات دكاكين لنهب المال العام. ولذلك نحن يعني ما عندنا قرار مسبق ضد الحكومة، ولكن اللي احنا الآن لحد هذه اللحظة اللي شاهد وسمعنا ب وعندنا معلومات انه لا يزال هناك صراع على وزاره النقل، يعني ما راح صراع على وزاره النقل ايه؟ صراع على وزاره كمل الصراع على وزاره المال. رغم ذلك احنا لدينا برنامج عمل ولدينا خطط لمتابعه يعني ما راح تصوتون لمنح الثقه ما راح تصوتون لمنح الثقه لحكومه السيد السوداني؟ احنا بالنسبه لنا ما نحضر جلسه ولا نكون شاهد زور او شاهد على عمليه فساد كبيره ادت سابقا الى تدمير المجتمع العراقي وستؤدي الى تدمير مكونات المجتمع الانساني. طيب. ليس هناك نيه صافيه ونيه حقيقيه لاداره البلد بكفاءات حقيقيه مهنيه. على اي حال نحن ندعم الوزير الشريف الوزير النزيه
ونشخص الأخطاء ووفق البرنامج المعد نسعى إلى تصحيح الأخطاء والعمل الإيجابي. ليس لدينا حقد أو كراهية ضد أي من الأشخاص، ولكن نحن لدينا برنامج حكومي نسعى إلى تطبيقه. لدينا خطة التنمية الوطنية 4 سنوات نسعى إلى تطبيقها. لدينا خطة المستدامة 10 سنوات نسعى إلى تنفيذها. كل وزارة لديها خطة، لديها تعليمات، لديها آليات عمل لا تعمل عليها، وإنما الوزارات تعمل باجتهادات شخصية خارج القوانين، خارج البرامج، خارج التعليمات. فبالتالي لدينا دستور لا بأس به، لدينا قوانين جيدة، لكن لا أحد يعمل بها. مثلا المادة 30 تكفل الدولة الضمان الصحي المقاطعة. والضمان الاجتماعي ومقومات العيش الرغيد، وتوفر الدخل المناسب وتوفر السكن المناسب. حبر على ورق. إذا جاي تسمعني أستأذنك، خليني أروح فاصل أخير وسريع أيضا، وبعد الفاصل نرجع لموضوعنا ونحكي هالمرة على تعزيز التنمية الزراعية لتقوية مفردات البطاقة التموينية. هل هذا شيء غاب عن أجندات المعنيين في العراق اليوم؟ خلونا نرجع ونسولف. أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم من بالعراقي. نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام، وأذهب إلى السيد ثائر الفيلي. سمعت سيد ثائر كلام السيد النائب هادي السلامي، وأيضا دكتور علي. دائما أقول إذا تحب تعلقون على أي شيء قاله أحد الضيوف أهلا وسهلا، بس سؤالي الآن يتمحور على مسألة الزراعة. والله شلون أكو صناعة وشلون أكو تجارة في بلد الزراعة بي صعبة أو تكاد تكون مستحيلة؟ دكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي الاقتصادي لرئيس الوزراء، كل ما نحكي وياه ويقول لازم أكو خطة اقتصادية زراعية بالبلد. زين، الواقع الزراعي هذا شلون نشوفه اليوم؟ نعم، الواقع الزراعي بسبب بصراحة يعني لا يشعر الشعب العراقي أنه عنده حكومة وطنية حقيقية تدير البلد. لا نشعر أن هنالك دولة حقيقية تراعي مصلحة البلد ومصلحة الشعب. ولذلك خلال السنوات الأخيرة كيرف أو مخطط الانهيار أصبح كبير جدا ومرعب، ولذلك تدهورت الزراعة بسبب الفساد، تدهورت الموارد المائية. يعني نحن نستلم أقل من 50% مما ينبغي. هذا معناه 50% أو أكثر من الزراعة دمرت، في حين إحنا نحتاج أن نضاعف، نسوي نمو grow. يعني الزراعة بالعراق الآن لا تعادل أكثر من 15% مما ينبغي، في حين المفروض أن تصل إلى 60 أو 70% من الناتج الوطني، لأن العراق بلد الغلة، معروف بلد السواد، ولكن دمرت 70 أو 80% من الأراضي الصالحة للزراعة دمرت بسبب السياسات الرعناء، السياسات أقول يعني اللاوطنية، يعني على الأقل أنا أسميها لاوطنية، لأنه معظم الكتل تستلم الوزارة، تمتص الوزارة بفساد ولا تبالي بخطط لإنعاش الاقتصاد ولا إنعاش الزراعة ولا إنعاش الصناعة. ومسألة إنعاش الزراعة هنا أستاذ ثائر، العراق يستورد معظم الأشياء. بالضبط، إذا أريد أربط موضوع الزراعة بموضوعنا اللي هو موضوع السلة الغذائية، يمكن العراق حتى فترات يعني نعم. ما أريد أقول قريبة، بس حتى فترات في تاريخ العراق القريب كنا نستخدم الحنطة العراقية والتمن العراقي أو على الأقل بعض المنتجات الزراعية العراقية بالحصة التموينية. طبعاً لا يا سيدي، إحنا من الممكن أن نوفر إذا اهتمينا بالزراعة بخطط زراعية حقيقية وحافظنا على حقوق العراق المائية من دول الجوار، نستطيع توفير معظم
معظم مفردات السلة الغذائية، لأنه العراق فيه خيرات كثيرة، وحتى نستطيع إنتاج الزيوت وإنتاج الرز وإنتاج، يجوز ممكن نستورد بعض الأنواع، لكن الآن نستورد معظم مفردات البطاقة التموينية. قبل سنوات بالحقيقة عام 2012 أو 2014 على ما أذكر، قبل دخول داعش، نحن اكتفينا بالحنطة في بزراعة الحنطة في العراق، ولم نستورد تلك السنة لفترة سنتين كان، أما الآن تدهورت ونستورد 60 أو 70% على الأقل، أكثر من 50% من الحنطة نستورد في حين اكتفينا. المفروض الآن عندنا إنتاج أكثر، إنتاج هي عملية الإهمال. طيب، أنه لا أستطيع، يعني أقل ما أقول على حكام العراق أهملوا البلد وأهملوا الشعب، وبذلك دمروا الحرث والنسل. طيب دكتور علي الفريجي، أنا عندي هنا أكثر من تصريح مرة أخرى، إحنا كان نتمنى يكون ويانا ممثل عن وزارة التجارة العراقية، للأسف ما وفقنا بأنه يعني اعتذروا لما اتصلنا بهم، لكن عندي أكثر من تصريح. وزارة التجارة مصرحة تقول منذ بداية العام الحالي وصلت موانئ العراقية 25 باخرة محملة بمادة الرز، 5 بواخر جديدة جاية من الرز التايلندي عالي الجودة، والوزارة تقول اللي يقول إنه الرز مو زين هذا دي يشوه سمعة التمن الجاي نستورده، وهذول تجار ما أعرف إيش. زين، الحكومة تقول إحنا دي نسوي شيء، بس شنو دلالة دكتور علي إنه إحنا صار لنا إيش قاعد 20 سنة ورا ما راح الحصار؟ شنو دلالة إنه إحنا بعدنا لحد هسه نسأل على الحصة التموينية؟ مؤشر الفشل، لأنه كان المفروض إنه أولاً نغادر مسألة البطاقة التموينية، وممكن تحدد لبعض الفئات المحتاجة بشكل، وكان المفروض إنه تشخص بشكل سليم وتحدد إلى هذه. ومسألة ثانية كان المفروض ننتقل إلى مراحل إنه ممكن يكون هناك أمن غذائي. بالمناسبة يعني كل ما يصدر من وزارة التجارة بشكل عام إنه هناك لغط كبير جدا وخطأ في تصريحاته، لأنه واحدة من المهام الأساس في عمل الروتيني لوزارة التجارة في المادة رقم 4 من قانون التأسيس للوزارة أنه تأمين الأمن الغذائي، والأمن الغذائي بمعنى أنه الوزارة مسؤولة عن كل الفعاليات التي يعني تشير إلى مسألة أنه يكون هناك خزين من 6 إلى 8 أشهر المواد الغذائية والمواد الطبية، تنظيم حركة التجارة والمحافظة على الأسعار، وأيضا تنظيم عملية أنه الاستيراد وغيرها، وأيضا حتى السوق المحلية في عملية أنه الوصول للاكتفاء الذاتي من بعض المواد بالتعاون مع وزارة الزراعة للمفروض. أيضا في المادة رقم 8 من قانون التأسيسي لها يشير إلى أنه من ضمن مهامها في العمل الروتيني للوزارة وتخصيصاتها أنه تعمل على الأمن الغذائي. إذا تسمح لي ب30 ثانية راح أشوف بالأرقام وبالدلائل الحجم الفساد والسرقة والهدر اللي يصير بوزارة التجارة، وهذه لأربع عقود فقط من الاستيراد، يعني عقد رقم 540 بعام 2012 بنفس المرحلة خلال 6 أشهر كان هناك 3 عقود لتجهيز مادة السكر بمواد تقريبا 70,000 طن و20,000 طن و120,000 طن. كل عقد من عندهم يقرأ سعر يختلف عن الثاني ولمدة 7 أشهر. السعر الأول كان $810 للطن، السعر الثاني 1410 لسعر الطن، الثالث هو 785 لسعر الطن، في حين كل الأسعار. المصدر بس دكتور مرة أخرى، المصدر لو سمحت. هذه عقود لوزارة من وزارة التجارة. طيب، عقد رقم 564 في 7 آب 12، وعقد رقم 540 وعقد رقم 57 من عام 2011 تشرين الثاني. طيب، احنا نقول لوزارة التجارة اللي نتمنى يكون على الأقل المتحدث باسم الوزارة انه اذا يسمع، ونقول الحق الرد مكفول لوزارة التجارة على هذه الأرقام، لانه احنا نريد نفهم بالاخير. نعم تفضل دكتور. الفرق بالاسعار، نعم، مثل ما ذكرت سعر اقل طن كان هو 785 في حين اسعار العالميه تتكلم عن 430 للطن، بمعنى انه باقل الاحتمالات لاقل عقد كان هو اكثر من الضعف. ونفس المساله كان بعقد رقم 2018 في عام 2011
وطبعا هذه العمليه مستمره لا زالت لتجهيز ماده الزيت الغذائي. نعم. السعر ما جهزت فيه وزاره التجاره حسب العقد اللي قريت رقمه سعر طن 1816 في حين السعر العالمي كان 689. طيب. احنا دكتور الان في ازمه دكتور العالم هسه هذه وصلت الفكره، بس اقول اذا ان شاء الله توفقنا وردت وزاره التجاره نجيب حضرتك واحد من الوزاره ونقعد نفتح حلقه كامله ان شاء الله وينورونا ضيوفنا الكرام. بس خليني اروح للسيد النائب. سيد النائب، ايضا في ما يتعلق بمساله الفساد صرحتم بان وزاره التجاره عقد السلة الغذائية بوزارة التجارة تصل فيه قيمة الفساد إلى 151 مليون دولار شهريا، هذا كلام حضرتك، مبينا بأنه لجنة التوزيع رفعت من سعر عقد السلة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. وقلت لي أنه حضرتك الاتحادية قرار الاتحادية 121 منع عليكم أنه تستجوبون الوزير اللي بحكومة تصريف الأعمال. هسه احنا جايين على حكومة جديدة إن شاء الله، راح تحطون هذه الأرقام وتقعدون تحاسبون لو شلون. الآن أنت التقيت ويانا وإن شاء الله هذا شكلت حكومة، إحنا عملنا جاهز إن شاء الله نصد لسراق المال العام على مستوى الوزراء وأكبر من الوزراء وعلى مستوى المحافظين. إحنا خلال الفترة الماضية حقيقة نشعر بالأسى، عملنا جمعنا تواقيع لاستجواب وزير التجارة ووزير النفط وقدمنا إلى أن المحكمة الاتحادية أعاقت عملنا من خلق على أي حال. المرحلة الماضية اكتسبنا تجارب كثيرة وهناك تنسيق عالي مع مجموعة من النواب المستقلين، وإن شاء الله هناك لدينا عمل مستمر مع مختلف النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والمستشارين والأكاديميين. لدينا تعاون مشترك مع فئات المجتمع الأخرى إن شاء الله وشرائح المجتمع، وأضافة لعمل النيابة، وأضافة إلى حتى لدينا عمل مشترك مع الجاليات العراقية خارج العراق من خلال الاستعانة ونقل الخبرات والمهارات إن شاء الله من خلال برامجنا التي وضعناها. زين. نعاهد الجمهور المحلي والشعب اللي انتخبنا نقوم بإداء واجبنا وإن شاء الله نصل الأمانة ونعمل بجد وبإخلاص. سأتنائب حقيقة تحديات كبيرة جدا. سأتنائب أنا أدري موضوعي إن شاء الله ماضين بعمل. نعم. أنا أدري موضوعي اليوم جاي نحكي على السلة الغذائية وجاي نحكي على التموينية. نعم. وضيوفنا الكرام منورينا وحضرتك منورنا. نعم. بس من قلت أنه إذا تشكلت الحكومة لازم أسألك كصحفي، ليش تشوف الحكومة جزء ما تشكل؟ نعم. تشوف الحكومة ممكن ما تتشكل يعني؟ الحكومة؟ أي سؤال سياسي بما أنه حضرتك بمجلس النواب. بوادر نعم ما إحنا يقولون يعني شبيه الشيء من جد من إليه، يعني الأحزاب الحاكمة هي أغلبها أحزاب حاكمة فاسدة فتتفق على الفساد لكنها لا تتفق على الخير، لا تتفق على من منفعة الشعب العراقي، فأعتقد يتفقون لأنها قضية فساد محاصصة وفساد يتفقون على الفساد. نعم أعتقد يتفقون لأنهم الحكومات السابقة يعني مبدئياً أنا ما أعمم بالبرنامج. إيه؟ سيد النائب هذا كلام حضرتك، أنت نائب للشعب تقول اللي تحبه، بس أنا ما أحب دائماً أعمم أنه كل. نعم. الكتل، بس أقول أنه هل أكو شيء يدل على انه ما راح تتشكل؟ لا الاحزاب الحاكمه لا ما يخالف، بس جاوبني على هذا. هل اكو فرصه بانه تمنح الثقه لو راح ننتظر هواي؟ هذا سؤالي. يعني انا نعم اللي سمعتاني من وراء الكواليس انه هناك اتفاق بين الاحزاب، اكو اتفاق، يوجد اتفاق بين الاحزاب على تمرير الحكومة. نعم يوجد اتفاق، أكو صراع على وزارة النفط على وزارة النقل على وزارة المالية لحد هذه اللحظة، ويقال أن هناك اتفاق بين الأحزاب. على أي حال يعني نحن هذا شأنهم ولنا شأننا، نحن معارضة. طيب. معارضة برلمانية، هم لهم الحكومة. أنتوا قاعدين معارضة يا هليجي، أنتوا قاعدين لمعارضة. زين خليني أسمع ب 30 ثانية سيد ثائر إذا عندك تعليق حتى نختم. عفوا يعني معارضه. نعم عندي ليش تعليق. انه شفنا المحاصصه الحزبيه. طيب. نعم طيب تفضل سيد ثائر. نعم انا اوجه ندائي الى السيد النائب وكذلك نعم وكذلك الى الساده النواب في المعارضه ال 15، اتمنى ان يكونوا. طيب. كما اعلن 50 نائب مستقل.
أقول الشعب العراقي فقد الثقة في معظم الأحزاب الحاكمة، وبالنتيجة فقد الثقة. أنا خلص الوقت عندي، ما أقدر أنطي وقت أكثر. سيثار إن شاء الله إن قاعدة ثانية، خلص الوقت. نعم. أعذرني، أشكر ضيوفي الكرام من بغداد، عفوا عضو مجلس النواب العراقي عن النجف النائب هادي السلامي، الخبير الاقتصادي سيثار الفيلي، وأيضا من ميشيغان دكتور علي الفريجي. أشكركم وشكر موصول لكم سادتي على طيب المتابعة. إن شاء الله نشوفكم باشر وحلقة جديدة من بالعراقي. دائما خليكم ويانا وفي أمان الله.